طيب نروح بقى للأستاذ عمرو. وعمرو هو شعلة النشاط بسم الله ما شاء الله على المنصة عندنا هنا. يا عمرو ازيك؟ ايه الأخبار؟ أنا تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام يا إبراهيم. طيب حابب النهاردة الأول بس عرفنا على نفسك أكتر. تمام. أنا عمرو عيد، أنا عندي 17 سنة وأنا بطل سباحة في مركز شباب الجزيرة وبحب التكنولوجيا وبرمجة الكمبيوتر، وأنا في ثالثة ثانوي عام دلوقتي. ادعوا لي بقى إن شاء الله بالتوفيق. يا رب يا رب يخش الكلية ويجيب توم فرونتين وكمان يجيب بلو يا رب. كده أقدر أقول لحضرتك فخمت الرئيس إن دي دعوة مستجابة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. السؤال بقى اللي أنت حابب تسأله سيادة الرئيس. الأول صباح الخير يا رئيس. أهلا، صباح الخير يا عمرو. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. أنا عايز أقول لك إن أنا سعيد جدا وفخور إن أنا قدام حضرتك دلوقتي. وعايز أقول لك كمان السؤال بتاعي بقى، إمتى حضرتك خفت قوي على بلدنا يا فندم؟ خفت على بلدنا إمتى؟ أولا أنا بشكرك يا عمرو وسعيد بيك وأنا اللي فخور إن أنا أقعد معاكم. وأنا هقول لك على حاجة كنت مأخرها لما أطلع على أتكلم يعني. فلما لقيت بيقول لينا مكان، لا مش كده برضو بنسميها لينا مكان، بقى لينا مكان. فأنا يعني مني راجل يعني كبير شوية، فدايما بفكر في الدنيا التانية اللي هي يوم القيامة، يعني يوم اللقاء الملء ربنا سبحانه وتعالى. وأنا بقول لكل اللي بيسمعني، بقول لكل اللي بيسمعني وانت منهم يا عمرو، في اليوم ده صدقني صدقني وبكرة تشوفوا إن شاء الله يوم اللقاء ده، إحنا اللي هنقول يا رب إحنا لينا مكان معاهم. وأنا قلت الكلام ده في الأول، إحنا لينا مكان معاهم. فأنتوا قلت آه هنيجي، ما قلتوا لأ هيبقى موقفنا صعب أوي. فده الأول. طيب ربنا يكرمك.